أمريكا وإسرائيل التي قال إن عباس أطلق رصاصة الرحمة في قلب عملية السلام. هذا مع حضرتكم بعد هذا التقرير. تقدم رئيس الوزراء الفلسطيني رامي حمد الله باستقالة حكومته إلى الرئيس محمود عباس في إطار مصالحة بين حركتي فتح وحماس. وأوضح المتحدث باسم الحكومة إيهاب باسيسو أن الخطوة تأتي بهدف دعم جهود المصالحة وتعزيز المسار الديمقراطي وصولا إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية. ويأتي هذا بعد يومين من إعلان حركتي فتح وحماس التوصل إلى اتفاق مصالحة يتم بموجبه تشكيل حكومة وحدة بهدف إنهاء انقسام استمر نحو 7 سنوات. كما ينص الاتفاق على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال 6 أشهر. وعقب إعلان التوصل إلى اتفاق المصالحة أعلنت إسرائيل تعليق محادثات السلام مع الفلسطينيين. وقال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إن على الرئيس محمود عباس التخلي عن اتفاق المصالحة مع حركة حماس إذا أراد تحقيق السلام. وأضاف: طالما أنني رئيس للوزراء فلن أتفاوض مع حكومة فلسطينية تدعمها حماس. كما أعربت الولايات المتحدة عن خيبة أملها إزاء المصالحة، معتبرة أنها قد تؤدي إلى تعقيد مساعي السلام مع إسرائيل بدرجة كبيرة. وتعتبر إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حركة حماس منظمة إرهابية. أهلا بحضرتكم من جديد، وأهلا بالأستاذ محمود الشناوي ضيفي الكريم من جديد. أهلا بك أستاذ محمود. أهلا بك. وينضم إلينا الآن من رام الله أيضا الدكتور فايز أبو عيطة من غزة. دكتور فايز أبو عيطة المتحدث باسم فتح في غزة، أهلا ومرحبا بك دكتور. أهلا بكم أخي العزيز، مساء الخير ولك ولكل المشاهدين الكرام ولضيفك العزيز أيضا. أهلا ومرحبا بك دكتور. دكتور دعني أسألك عن يعني خطوات المصالحة التي بدت للعالم الآن أنها يعني هي المرة الحقيقية وربما هي المرة الأخيرة التي ستتم فيها المصالحة. هل هذا الكلام يعني هو توصيف لما يدور الآن في الساحة الفلسطينية؟ لا شك أنه كان هنالك قدر كبير من الجدية يعني في اتفاق المصالحة الأخير، وهو نابع من الدوافع التي دفعت الأطراف المختلفة على الساحة الفلسطينية حقيقة لتوقيع اتفاق المصالحة. ولكن أيضا أنا أريد أنه ما أعطى الأمور جدية أكثر ورفع سقف التفاؤل حقيقة بجدية الأمور وبإمكانية التنفيذ هو الموقف المصري الداعم والحريص الذي بدأ بشكل واضح من خلال الموقف الرسمي الذي أعلنته مصر الشقيقة طبعا من خلال دعمها لعملية المصالحة، عملية إدخال السيد موسى أبو مرزوق إلى قطاع غزة من أجل مواكبة حوار، يعني تدل على أنه مصر أخذت مواقف عملية تؤكد دعمها لموضوع المصالحة. نحن نقول بأنه حسب اطلاعنا وعن كثب على الأمر أنه هنالك رغبة كبيرة حقيقة من كل الأطراف، بالإضافة لأن هنالك جدية وجهود حقيقية بذلت من أجل تأمين نستطيع أن نقول حماية، توفير الحماية والدعم المعنوي والمادي للمصالحة من كل الأطراف ذات الصلة، سيما الأطراف العربية والأطراف الدولية، حتى نتمكن من مواجهة التحديات الإسرائيلية التي تهدد ليل نهار بإفشال هذه المصالحة. لأنه كما تعلم أخي العزيز أن إسرائيل كانت ولا زالت مستفيدة من الانقسام على الساحة الفلسطينية، وبالتأكيد المصالحة هي ضرر للمصالح الإسرائيلية. فهنالك حملة محمومة فيما اتجاه السيد الرئيس محمود عباس. نحن نقول بأنه الآن دورنا كفلسطينيين أن نحدد موقفنا بشكل واضح وبشكل وحدوي، كيف نواجه التحديات التي تفرضها حكومة إسرائيل من خلال توفير أولا الصمود في وجه هذه التحديات، وثانيا توفير ما يلزم من دعم مادي ومعنوي إلى جانبنا خاصة من أشقائنا العرب. دكتور فايز، التصريح الإسرائيلي الأمريكي الذي قال إن عباس أطلق رصاصة الرحمة في قلب عملية السلام، كيف ترى هذا التصريح؟
يعني حقيقة أخي العزيز، من البداية احنا قلنا لا يوجد أي ربط ما بين المفاوضات والمصالحة. يعني حتى عندما كانت تربط حماس بين المصالحة والمفاوضات، كنا نقول للإخوة في حركة حماس لا يوجد أي ربط بين المصالحة والمفاوضات. المصالحة هذه شأننا احنا كفلسطينيين، شأن داخلي، والمفاوضات شأن له علاقة بالاحتلال الإسرائيلي. نحن نخوض معركة شرسة مع الاحتلال، لأنه حماس لها موقف من المفاوضات، وحماس اقتنعت اليوم بأنه مسار المفاوضات هو شأن القيادة الفلسطينية وشأن منظمة التحرير الفلسطينية وفي مقدمتها السيد الرئيس محمود عباس. وأيضا نحن نقول للإسرائيليين الذين يهددون ليل نهار بأنه احنا يعني أدرنا الظهر لعملية السلام وعملية المفاوضات، هذا ليس صحيح، لأنه هذه الحكومة اليمينية المتطرفة منحت 9 أشهر دون أن نستطيع أن نتقدم معها قيد أنملة اتجاه تحقيق أي تسوية في المنطقة أو للصراع العربي الإسرائيلي. واستمرت هذه الحكومة في الاستيطان، واستمرت في هجماتها المتواصلة على المدينة المقدسة من أجل تغيير الواقع فيها، وبالتالي أصرلت هذه المدينة المقدسة وهي العنوان الأبرز للصراع العربي الإسرائيلي لما تحمله من حق تاريخي وتراثي وثقافي للأمة العربية والإسلامية. وبالتالي المعوق الأساسي لعملية التسوية هو الاحتلال وليس المصالحة التي هي شأن فلسطيني داخلي. أنا أشكرك، شكرا جزيلا. الدكتور فايز أبو عيطة المتحدث باسم فتح، شكرا جزيلا على هذه المداخلة. أستاذ محمود، يعني هناك غضب إسرائيلي اليوم في هذه الأثناء بسبب يعني محاولات إتمام المصالحة الحقيقية هذه المرة، التي تبدو أنها يعني الخطوة الأخيرة في هذه القضية. هل فلسطين قادرة على مواجهة العنف بل الإجرام الصهيوني بعد هذه المصالحة إذا تمت؟ يعني أنا أريد أن أؤكد لك أن إسرائيل لم تعد تملك أي أوراق في يدها الآن. الأوراق الآن كلها في يد الفلسطينيين. يمكنك أن تتعجب من هذا الكلام، ويمكن للمشاهدين أن يتعجبوا منه، ولكن إسرائيل لا تملك كما قلت أنت إلا العنف، وهذا العنف لن يولد إلا عنفا حتى مع إعمال مبدأ الهدوء وعدم الكفاح المسلح الذي يقره الرئيس محمود عباس أبو مازن. إلا أن إسرائيل لم تعد تملك أي شيء أو أي سبب تسوف به المفاوضات السلام، إذا جاز لنا أن نقول أن هناك أصلا مفاوضات سلام إلى وقت آخر. هي الآن تتحجج بما يجري، تحججت في البداية بما قامت به السلطة الفلسطينية ودخولها مؤسسات دولية، تخشى إسرائيل أن يكون سببا في جر الكثير من قيادتها إلى المحاكم الجنائية الدولية. ثم بعد ذلك تحججت بموضوع المصالحة بين فتح وحماس مع أنه شأن داخلي فلسطيني. وإن لم يوجد سبب فسوف تفقد إسرائيل السبب لتعويق عملية التفاوض، لأنها تعلم في النهاية أن كل ما تضعه من عقبات يزول، وكل ما تضعه من شروط لن يحقق، وكل ما تحاول جر الفلسطينيين إليه من عنف مسلح لن يكون، لأن الفلسطينيين اختاروا بالفعل الحوار ليكون وسيلة للحصول على الحق وليس العمليات الانتحارية أو الكفاح المسلح. إذن إسرائيل لن تعدم الوسيلة في تسويف المفاوضات، لأنها تعلم أن أي جلوس حقيقي في مفاوضات بها راعي نزيه لعمليات السلام وبها أطراف متساوية الحقوق سوف يؤدي إلى أخذ الحق الفلسطيني، لأنه حق واضح وبين مهما حاولت إسرائيل تغيير الجغرافيا وتغيير الديموغرافيا، لكنها لن تستطيع أبدا تغيير التاريخ. نعم، هناك أيضا بعض الأصوات المتشائمة التي تقول إن هذه العملية لن تختلف كثيرا عن اللقاءات وعن العمليات التي سبقتها، وأن المتحكم في إتمام المصالحة من عدمها حتى لو وصلت لمراحل متقدمة تبدو وتلوح في الأفق أنها يعني أتممت تماما، سيتدخل أو تتدخل هذه اليد التي تملك بالفعل زمام الأمور في فلسطين. وهناك يعني تلويح أو إسقاط على أمريكا وتفشل هذه المصالحة في يعني اللحظات الأخيرة. هذا السيناريو في هذا التوقيت هل يمكن أن نقع؟
يعني أنا أتفق مع الرأي القائل أن هناك قوى دولية وقوى إقليمية لا تريد أبدا إتمام هذه المصالحة، وأنها تملك الكثير من أوراق الضغط على فتح وعلى حماس في آن واحد. ولكن الشعب الفلسطيني الآن لم يعد أمامه خيار آخر، كما يقول درويش: ذهب الذين تحبهم ذهبوا، إما أن تكون أو لا تكون.